رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ومنورانا دلوقتي أستاذة إيناس مظهر نائب رئيس تحرير الأهرام. ميكلي مشرفانا هنا النهاردة في البرنامج. ميرسي يا شيما. أنا مبسوطة جدا إنك معايا لأني أول مرة أول ضيفة تكون موجودة معايا في البرنامج. ميرسي يا جميلة. أشكرك. عايزين نتكلم بقى النهاردة طبعا عن حاجات كتير جدا واكيد اهمها هو البالون دور. هو ده اللي شاغل الساحه دلوقتي سواء سوشيال ميديا او حتى الساحه الرياضيه كلها. البالون دور وترشح محمد صلاح ضمن ال 30 المرشحين للجائزه دي. خلينا الاول نبتدي ونفهم من حضرتك ايه هي اليات الاختيار للجائزه دي، جائزه البالون دور. بصي، اولا هي انا عايز اقول لك ان البالون دور دي اكتر يعني اقدم مسابقه او اقدم جايزه، يمكن اقدم كمان من جايزه الفيفا والاتحاد الاوروبي اللي بقى لها فتره طويله جدا، اكتر من 60 سنه، يمكن داخله على 65 كمان، بقى لها فتره طويله. فيمكن الياتها الى حد ما مختلفه شويه عن الفيفا البيست واليويفا اووردز، دول اهم ثلاث جوائز. هو الاختلاف ان اللجنه الفنيه اللي بتختار القائمه، اولا دي قائمه طويله 30 اسم. 30 بالظبط، يعني عاده في الفيفا بيطلع الاول 10 وبعدين الشورت ليست بتبقى 3. اليويفا نفس القصه، لكن الفرنس فوتبول بتدي فرصه اكبر، بتختار 30. اللي بيختاروا مثلا في الفرنس فوتبول غير اللي بيختاروا في اليويفا او في الاتحاد الدولي. هم بيعتمدوا على لجنه فنيه وبيعتمدوا على اساطير اللي هم الفيفا ليجندز، هم اللي بيقوموا او خبراء اللعبه ان هم يقوموا باختيار العشر لاعبين افضل عشرة. لكن بالنسبه لفرانس فوتبول اللي بيختار هو مجلس تحرير المجله نفسها، مجله الفرنس فوتبول. دي الصحفيين طبعا اللي بيشتغلوا فيها هم نفسهم الصحفيين دول، لان الفرنس فوتبول هي مجله خاصه بكره القدم فقط. صح. وبالتالي فيها عدد كبير من الصحفيين ومتقسمين، يعني مثلا القاره الافريقيه هتلاقي فيها مثلا 2-3 ماسكين افريقيا، اوروبا نفس الحكايه، الامريكتين، وطبعا على برضو مدى يعني هتلاقي المشرفين على الكرة الأوروبية أكتر، لأن الفرق أكتر والشهرة والتاريخ مختلف. فالمجموعة الصحفيين دول هم دول اللي بيمثلوا اللجنة الفنية، هم اللي بيقعدوا بيجتمعوا مع بعض كذا اجتماع. فبيجي مثلا أنت مسؤول أفريقيا فبيقول فلان وفلان 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 بيرشح مجموعة، أوروبا بيرشح مجموعة، ومنها بيقعدوا يتناقشوا فيها تاني. يعني الثلاثين دول مثلا ممكن ابتدوا بستين سبعين، بيبتدوا ينزلوا لحد ما يوصلوا للثلاثين البست بتوعهم. بعد كده زي ما أعلنوا دلوقتي، وبعدين لو الجمهور بيدخل يعمل التصويت الفوتينج بتاعه، في جزء للجمهور والجزء الثاني احنا الصحفيين اللي خارج الفرنس فوتبول. يعني فرنس فوتبول ده جزء، الصحفيين اللي فيهم ده جزء. اوكي بالظبط. وفي جزء تاني على الجمهور، الفوتنج بتاع الجمهور، وده حاجه جديده. العكس بقى عندك في الفيفا او في اليويفا، هم بقى بيدخلوا الكابتن كل فريق والمدير الفني لكل فريق، ده كل واحد جزء، والصحفيين جزء والجمهور جزء، 25% ده جائزة الفيفا. بالنسبة لجائزة الفرنس فوتبول لا، هم بس كانت طول عمرها كمان الصحفيين فقط، دلوقتي كمان ابتدوا يدخلوا الفوتنج للجمهور. وعلى فكرة فوتنج الجمهور بيفرق، اكيد بيفرق كتير جدا. اكيد طبعا. وحضرتك مثلا من مصر يعني بتمثلي الصوت اللي ممكن يطلع من مصر عشان يعمل فوتنج لواحد من ال 30 لاعب المرشحين. بالظبط. اللي حصل ان هم الفرنس فوتبول الجائزه نفسها البالون دور عملوها، ابتدت في حوالي يعني مع الخمسينات، في اواخر الخمسينات او بدايه الستينات، فجائزه قديمه جدا. وكان كل الصحفيين اللي كانوا بيعملوا الفوتنج كانوا اساسا من اوروبا، وحتى اللعيبه كانوا من اوروبا، الليست كلها كانت بتبقى من اوروبا. ففي 2007 كانوا بيحتفلوا باليوبيل
الذهبي بتاعهم، فحبوا ان هم يعملوا تغيير، او تقريبا كانوا بيحتفلوا بمرور 53 سنه على عمر المجله، فقرروا ان هم عايزين يعملوا فيها تغيير، عايزين يعملوا حاجه جديده. مع 2007 طبعا كان زاد كمان اللعيبه اللي بتحترف في الخارج مع اواخر التسعينات وبدايه الالفينات، وزاد كمان الاهتمام بالجائزه دي، اهتمام بالجائزه ديت لان هي كانت الاشهر، هي يعني اول واحده واشهر واحده. فقرروا ان هم اللعيبه مش بس هيكونوا الليست فيها بس لعيبه اوروبيين، ولكن برضو لعيبه من دول اخرى، وفي نفس الوقت زودوا الفوتنج للصحفيين ودخلوا زودوا بقينا 96 صحفي من كل دول. انا ناس كتير بتسالني انا اترشحت ازاي، أيوة او انا اختاروني ازاي، يعني انا السنه دي بقالي كده دي السنه ال11. هي بصراحه جت ان عشان يمكن انا قد يكون الحظ طبعا، لان في زملاء كتير صحفيين، يمكن انا الحظ خدمني في 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 حاجتين، ان انا عشان بكتب باللغات فبالتالي هم بيقروا لي، بسافر كتير ف عندي علاقات كتير مع صحفيين. فالصحفي الفرنساوي اسمه فرانك سيمون، فرانك ده هو مسؤول الكرة الأفريقية، فعلى طول بيتقابل كان معايا في بطولات دولية وبطولات أفريقية وبنتكلم في الكورة وشايفني بغطي الكورة وبشتغل. اسمك بالنسبة له معروف. معروف. فلما قرروا ان هم يعملوا كده فبقوا يسألوا كل واحد بيشتغل مع ناسه، لما كان يحب حاجة من مصر أقول له، يقول لي مثلا عايز أعمل انترفيو مع فلان، عايز كذا، فأنا اللي كنت بساعده كان الكونتاكت. فقال لهم أنا أعرف في مصر صحفية بس دي واحدة. فقالوا له واي نوت، ده هتبقى حاجة جديدة. فبالنسبة لهم في 2007 ان هم مش بس زودوا العدد الصحفيين، ولكن ان هو كان معاهم واحدة ست، وقام وكان من ضمن الاحتفال ان هم عملوا عني تحقيق، كلموني بقى وخدوا مني انترفيو واحتفلوا ان احنا من ضمن التغييرات اللي بنعملها ان احنا دخلنا واحده صحفيه ست. طب انا عايزه احكي على حاجه، يعني حضرتك الست الوحيده اللي في كل الدول في الصحفيين طب دي حاجه حلوه قوي. ما هو حاجه حلوه طبعا، ده انجاز كبير قوي. يعني مش بس الست الوحيده اللي في مصر، او ان هي حاجه غريبه ان تبقى الصحفيه ست هي اللي بتصوت عن مصر، ده انت كمان الست الوحيده في وسط كل الدول ليهم حق في التصويت. بالظبط. فانا كنت اول واحده، فنزلوا عني تحقيق وكلموا عني وعن مشاركتي في كره القدم، وفي نفس الوقت في اشهر مجله اسمها الجازيتا دولا سبور، دي ايطاليه برضو، دي خاصه رياضيه، لقيتهم بيكلموني بعدها وعملوا برضو حاجة عني وقالوا أول مرة، حتى كان العنوان بالطلياني أندونا ومش عارفة إيه، يعني واحدة ست أول مرة في جايزة بالون دور. فده كان في حد ذاته يعني، كان أنا يعني بحس طبعا بفخر إن أنا مصرية. لا وإحنا كمان كلنا كستات أكيد مبسوطين عايزة أقول لك إن أعتقد ربنا يخليكي أشكرك، أنا أعتقد إن الوضع كان هيبقى مختلف لو هي صحفية أجنبية. يعني أنا بالنسبة لهم عشان مصرية وعربية وأفريقية، فهو ده كمان اللي خلاهم اهتموا بيا اكتر. وبس، ومن ساعتها وانا بقيت في المجله، وبعد كده في الجائزه دي، وبعدين بعد على 2010 اندمجت الجائزتين، البالون دور والفيفا، فبقيت بقت جائزه واحده. ففضلت برضو معاهم في جائزة الفيفا، وفضلنا نشتغل كده لحد السنة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فات، لما جه بقى إنفانتينو وجت إدارة جديدة في الفيفا، فقرروا أن هم يفصلوا تاني، وحبوا فرجعت الفرنس فوتبول بصحفيين، هاخدوا بقى الناس بتوعكم، رجعنا والفيفا بقت بتشتغل عاملة الجائزة بتاعتها منفصلة، بس خلوها بقى إيه يعني، ابتدوا يعني الاول ما كانتش جلامرس قوي، يعني ما كانتش ليها رونق زي دلوقتي، فابتدوا بقى بيبتدوا بقى يعدلوا فيها. وزي ما بقول لك، هي بقى الاختلاف ان بيبقى فيه المدير الفني والكابتن، ده اضافه يعني. صحيح. تفتكري ان في مديرين فنيين وكباتن منتخبات قريبه مننا خذلوا محمد صلاح في المسابقه اللي فاتت او في الجائزه اللي فاتت، جائزه ذا بيست؟ منين يعني؟ من دول عربيه مثلا؟ بصي، هي في كل الجوائز القصه ان مش قصه ان انت بتغزلي حد او مش بتغزلي حد، دي امانه. يعني كل واحد، انت احنا حتى لما بيطلب مننا بيقول بامانه
وبمنتهى الحيادية، يعني ده الكرايتيريا اللي بالنسبة لنا ان انت تختار بأمانة وبمنتهى الحيادية في حدود المعايير دي. الأداء الفردي والأداء الجماعي والنتائج أهم حاجة، وكمان هو خارج الملعب وباقي الأنشطة الأخرى. فكل واحد هنا يعني كله بشر، فكل واحد حسب ما هو شايف فبيقدر ان هو يحكم. خدي بالك برضو يعني هتيجي تلاقي مثلا ايه، يعني انا مش بتكلم على قصة محمد صلاح نفسه، حتى لو اتكلمتي على ميسي او على رونالدو، بعد الجائزة دي بالذات لان السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن ان ليه المنتخبات العربية ما وقفتش مع محمد صلاح منه كان بيمثل العرب في الجائزة دي. انت خدي بالك انت عندك مديرين فنيين اجانب، الاجانب دايما عامة 1 بلس 1 ايكولز 2، مش كلهم يعني، لا بس الى حد ما في ناس بتبقى ده ما عملش انجاز، لكن يعني مثلا ما طلع ما وصلش مع مصر لنهائيات كاس العالم، لكن في ستوري حواليه ازاي وصل للمرحله دي. دي الحاجات دي كلها ات كاونتس بتتحسب. في حاجات تانية في حد لا بيبص لها، يعني زي ما بيقول حلمي فهمي نظمي رسمي. يعني ده خد كذا، مثلا رونالدو خد كذا مع ريال مدريد، خد كذا مع وصل مع البرتغال كذا، يبقى يعني ميسي مش عارف اعمل ايه. لان انت لو بتتكلمي بقى مش هنتكلم على محمد صلاح، جريزمان ده ما كانش يدخل في الثلاثه، صح هاو كم. فهنا ما بقتش في فنيات، لا في ناس بتبص للفنيات، في ناس حسب هواها، معجب ممكن يكون معجب او حابب اللاعب او حابب بشخصيه اللاعب والكاريزما بتاعته، نفسه يكسب فكل واحد على حسب هو شايف ايه، فبيقوم بيدي الصوت بتاعه، ممكن يكون بيضر حد ممكن ما بيكونش بيضر حد. لكن بس بالنسبه لصلاح اعتقد ان هو برضو في النهايه حتى لو كل العرب كانوا ادوا له التصويت، فهو اساسا وصل للثلاثه الاخار بسبب كده برضو. وبعد كده تدخل الجمهور، يعني لان الجمهور برضو ليه 25%، صحيح، فده كان بالنسبه للفيفا. فزي ما بقولك يعني كلها وجهات نظر، ممكن في حد يكون زي ما بقولك يعني هو. طب انت تفرق معاكي لو مثلا لاعب غير محمد صلاح، لاعب عربي اخر مرشح لجائزه بالوندور، ممكن الحته دي تفرق معاكي في تصويتك؟ بصي بامانه يعني بصي، ما هو انت كمان مش هقول لك قصه الامانه، قصه ان ده يعني هنقول حد عربي مثلا غير محمد مثلا فور اكزامبل، هبص هو عمل ايه الاول، انجازاته بتقول كده اوكي، انجازاته مثلا زي ميسي زي رونالدو، يعني هو واخد بطوله وده واخد بطوله، ده واخد كذا وده واخد كذا، ده بيعمل كذا وده، لو متساويين لا هفضل العربي. لكن لو هو مثلا مش واخد ولا بطوله وده واخد بطولات، مش من الامانه انك تصوت، مش من الامانه، ما هيتقالك حرام يعني في مش في قصه حرام وحلال يعني، لا فكره ان انت تاخدي ممكن تاخدي من مجهود واحد ومن تعب واحد لواحد تاني عشان انا فعلا يعني انا هقول لك مثلا، انا في السنين اللي فاتت مش كل التصويت بتاعي مثلا كان بيبقى صح. احيانا مثلا في السنين اللي كان ميسي واخد فيها الجائزه، اخر سنتين ميسي واخد فيها الجائزه، انا حطيت كريستيانو رونالدو واحد وميسي اثنين، وميسي هو اللي كسب. بس انت بتلعبي في الثلاثه الاولانيين او في الخمسه هم زي بعض، هو اللي بيختلف في الترتيب. زي ما بقول لك الواحد بيحاول ان هو يبقى موضوعي في اختياراته. صحيح. طيب استاذه ايناس، تعالي نشوف كده سريعا الابديت بتاع المرشحين لجائزه البالوندور، ممكن نعرض الصوره. طيب في الوقت الاخير سيرخيو اجويرو اخذ 0% او 0% من تصويت الجمهور، اليسون هكذا، جارث بيل برضو، كريم بنزيما، اديسون كافاني، كورتوا برضو 0%، كريستيانو رونالدو واخد لغايه دلوقتي 8% من تصويت الجمهور. وعايزين نتكلم ان في 522,691 فوت او صوت للجمهور لسه بدري لحد دلوقتي. لسه بدري يعني. في
فيرمينو 0% برضو، ديجو جادن 0%، 1% لجريزمان، 1% لإيدن هازارد، وفي 0% كتير جدا. يمكن امبابي هو اللي واخد 2%، ليونيل ميسي بقى 46%، لوكا مودريتش 2%، محمد صلاح 34%. يعني محمد صلاح تراجع طبعا. كان طبعا من امبارح كان متصدر هو ب 50%، دلوقتي تراجع وتصدر ليونيل ميسي مكان محمد صلاح. محمد صلاح جه 34%، ليونيل ميسي 46%، يعني هو تاني، هو التاني. والنسبة بقى بعيدة تماما، لان التالت هنا لو بصينا هنلاقي كريستيانو رونالدو ب 8% بس من الاصوات. يعني ما بين 46% لميسي، 34% لصلاح، 8% لكريستيانو رونالدو. رونالدو لما فقد حاجات كتير، صحيح، بان هو ان مشي من ريال مدريد وراح يوفنتوس، لانه خدي بالك ريال مدريد مش بس الاسبان، المصريين بيشجعوا ريال مدريد، العالم يعني كله بيحب الدوري الاسباني. الدوري الاسباني، ففي حاجات كتير بتفرق. وفي بالذات الجمهور، خدي بالك الجمهور ما بيحسبوهاش، الجمهور لا، هو ده البطل بتاعه خلاص. صح. هو ده عاجبه كده مهما كان، لما يتخلى عنه بقى فجاه الدنيا بتنهار عندهم. بالظبط. فانا عايزه اقول لك ان اللي بيحسم في النهايه، سيبك من الصحفيين وسيبك من المديرين الفنيين والكباتن، اللي بيحسم في النهايه الجمهور. هو اللي بيفرق في التصوير. قبل ما ندخل الحلقه قلت لي لو فيها جمهور انا مطمنه على محمد صلاح. طبعا طبعا دخل فيها الجمهور، احنا مطمنين جدا جدا. طب انا شايفه بقى ان الناس مش عارفه نايمين ولا بيعملوا ايه، يعني شدوا حيلكم شويه مع محمد صلاح، ارجوكوا تشدوا حيلكم شويه. لازم يركز. انا برضو مطمنه على محمد صلاح من نواحي كتير، من نواحي الصحفيين، لان انا بتكلم مع ناس كتير انترناشونال، الانترناشونال ميديا مهتمين اكتر بصلاح. وزي ما بقول لك القصه عندنا احنا كصحفيين كمان، ايه يعني الطريق بتاع محمد صلاح من اول ما ابتدى، انت بتجمعي بقى كل ده، السيزون بتاعه اللي فات ودلوقتي وكل الحاجات دي كلها، والستوري بتاعته زي بالظبط اللي برضه المدرب بتاع كرواتيا، هو عمل ايه؟ وصل فريق كرواتيا للمركز. صحيح. ما خدش كاس العالم بس وصله للمركز الثاني ونافس على النهائي. صحيح. فهنا في ستوري، في مجهود اتعمل، شغل، مجهود وشغل، بحيث ان انت ارتقيت بالمستوى. فهو ده اللي عند محمد صلاح، وحاجات كتير بترجح كفة صلاح عن الباقي في زي ما بيقولوا اوف ذا بيتش، خارج حدود الملعب. هو ايه برا الملعب، شغله ايه. صحيح. مع الناس، تعاملاته مع الناس. الناس هو انت تعاملتي معاه قبل كده كتير اكيد. فممكن تقول لنا محمد صلاح برا الملعب عامل ازاي؟ بصي يعني اقول لك ايه، يعني لا هو شخصيه، بصي هو هادي جدا بس ولطيف وطيب ودمه خفيف كمان، يعني عارفه، وملتزم جدا، ملتزم جدا. يعني احنا في معظم المعسكرات اللي انا كنت موجوده فيها معاهم، اول واحد يصحى من النوم بدري، يعني عاده ما تلاقيش لعيب صحي 8 الصبح دي يعني من بدري، غير مع المحترفين هم اللي متعودين يمكن على الصحيان بدري، بس برضو مش زي محمد صلاح. يعني كان اول واحد دايما ينزل على الفطار، وبعدين على طول مع التيم، يعني ما تحسيش ان هو زي مع ناس مثلا كتير بتقول لا في شله او ما فيش، لا هو اراوند مع الناس كلها، ما حدش يوقفه، حتى من الجماهير الاجنبيه او الافريقيه او اي حد، لا اي حد هيوقفه هيقف، يعني الناس ان حد سحبه يعني. صحيح. او شده. لو هتلحقي مكان، يعني زي ما بيقولوا ايه، ما بيردش حد، ما بيردش طلب حد، ما بيزعلش حد. زي ما شفنا حد عايز تيشيرت، طالما شافه خلاص بيلبيه له. حاجات ما هو ما شافهاش ممكن ما يعني عشان هو ما شافهاش، لكن تطلبي منه حاجه يعملها لك. حد يقول له صلاح الله يخليك، ممكن فيديو كده مثلا ابني الصغير، يقف ويقول له ازيك يا حبيبي عامل ايه، يعني عايزك، انا سمعت انك بتلعب كوره، عايزه اشوفك بعد كده بتلعب زيي، يعني بيشجع النشا. فدي حاجات مش موجوده بره، وان هو الروتس كمان بتاعته، الجذور بتاعته فاكرها، وازاي ان هو يعني رول موديل بالنسبه لهم، مثل في لعيبه ولعيبه من ضمن اللي موجودين في الليست دول، لو تيجي تبص لهم غير اللعب لا
ما لهمش اي انجازات. مش فريندلي مع الميديا، مش فريندلي مع الجمهور، حاجات كتير، كل ده بيحسب. صلاح كفته في الحاجات دي بلس الموهبه بتاعته والفوتنج والانجازات برضو بتاعته، دي مهمه جدا. تتوقع محمد صلاح هيعمل ايه في الجائزه دي؟ بصي سو فار انا يعني متوقع ان هو هيدخل في التوب 5. هنا مش توب 3، هنا توب 5. فانا اعتقد ان هو هيدخل التوب 5، لان انا عايزه اقول لك ان هو السنه اللي فاتت ما دخلش في التوب في ال 30 بتوع البالون دور، وكان قريب ان هو يدخل. بس اللي فرق معاه يمكن حد من هناك حكالي قال ان هو كان كلوز جدا، لكن انت لما بتبتدي تعمليها بتعمليها كان قبل احنا ما تاهلنا لكاس العالم، كان كل بس انجازه كان ان احنا خدنا طلعنا مركز تاني في افريقيا، وازاي ان احنا وصلنا مع مصر. ما كانش لسه بقى قصه ليفربول، كنا لسه في روما، كان لسه في روما في 2017 الجزء الاولاني، ما كانش لسه راح ليفربول. فكل ده ما كانش ظهر، وابتدى يظهر بقى مع اخر 2017 بعد ما الليست اتعملت. فمع اخر 2017 من نوفمبر بتبتدي بقى لحد 2018 لحد دلوقتي. عشان كده هو كل الانجازات بتاعته السيزون اللي فات بتاع ليفربول مع ان مصر تاهلت لكاس العالم، كل ده اتكاونتس اكيد انجازات صلاح. طيب استاذه ايناس، كنت منسق اعلامي في جهاز هكتور كوبر الجهاز اللي فات لمنتخبنا الوطني الاول. شفتي محمد صلاح كان بيتعرض لازمات في الوقت ده؟ بصي انا كنت منسق اعلامي بس كنت في بطوله الجابون. انا قابلتك هنا قعدنا شهر بالظبط فاكره. فانا كنت بس كمنسق اعلامي بشتغل في الفتره دي مع الفرقه. بعد كده لما رجعنا مصر كنت في اداره الاعلام، لكن كنت بطلع طبعا معاهم المعسكرات والمباريات اللي كانت بتحصل هنا جوه مصر. بس لحد ما انا كنت موجوده ولحد مثلا قبل كذا انا ما كنتش شايفه اي ازمات، يعني كانت الدنيا كانت ماشيه عادي وما كانش فيه اي حاجه. يمكن لو في الازمات اللي حصلت دي حصلت في الفتره الاخيره اللي هي قبل كاس العالم يمكن بكام شهر، لكن واثناء كاس العالم بالظبط. لكن بالظبط، لكن قبل كده ما كانش فيه اي حاجه، وبالعكس يعني كانت كل الامور مستقره. يعني صحيح. كان الفريق مستقر من ساعه ما سافرنا الجابون ورجعنا، وكان في كل التزام من كله. يعني يمكن كمان عشان برضو معسكر في الجابون كان ملموم قوي، يعني الاوتيل اللي قاعدين فيه اللعيبه ما كانش فيه غير اللعيبه بس. انت فاكره الاوتيل كله كان مش اوتيل يعني، حتى احنا الاداريين انت لو فاكره كنا في الاوتيل اللي قصادهم يعني. صحيح. فلا كان في طبعا تركيز جامد في البطوله ديت، وعاده برضو في المعسكرات، ما انا كل المعسكرات برضو كنت ببقى معاهم اللي بعد كده كلها لحد قبل كاس العالم. برضو كان بيبقى برضو نفس الالتزام، وبرضه في دور كل الناس لوحدها، ودور كان بيبقى برضه متأمن. يعني انا عايزه اقول لك ان انا يعني ما كانش فيه الحاجات اللي شفناها حصلت في معسكر منتخبنا الوطني في مونديال روسيا. بصي انا ما كنتش هناك فما اقدرش اقول لك ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. يعني والفنانين اللي راحوا وبيزوروا، والناس اللي بتطلع تخبط على اللعيبه في وش الفجر عشان يتصور والحاجات، يعني حاجات غريبه. انا سمعت زيك لكن انا بامانه انا ما شفتش. لكن احنا هنا على الاقل في مصر، يعني عايزه اقول لك ان اخر معسكر قبل ما يسافروا وانا كنت معاهم، حتى رحت انا بعديهم بيومين. ورغم ان انا لابسه نفس اليونيفورم وجايه ادخل في دخله في الدور علشان بتبقى في غرفه الطعام والاجتماعات والحاجات دي، السكيورتي منعني قال لي انت مين؟ فكان فاكرني ان انا مشجعه وعلشان لابسه لبس المنتخب. فلولا حد من الجهاز جه وقال له لا الاستاذه معانا. فعايزه اقول لك لا يعني كان في بيبقى تامين، مفيش اي حد بيدخل الا يعني في الحاله الوحيده اللي ممكن حد يدخل سواء هنا او في اي مكان، ان حد من يا الاداره او من الجهاز او من اللعيبه بيجي يقول ده فلان وانا عايزه معايا شويه بس. لكن اذروايز دايما بيبقى في التزام في كنترول. طيب خليني برضو أسألك على محمد صلاح وعن الأزمات اللي بيتعرض ليها أو الانتقادات اللي بيتعرض ليها من الصحافة الإنجليزية في الفترة الأخيرة، بسبب يمكن ما يكونش فيه حظ أو توفيق في التهديف في الفترة اللي فاتت. شايفة دي هتأثر عليه إزاي؟ بصي أنا عايزة أقولك الصحافة في كل حتة في العالم واحدة،
ما يعني الناس كتير تقول لك لا اصل احنا الاعلام المصري ده الاعلام الاجنبي محايد، لا هو كل الاعلام واحد، انت ماشي كويس هو ماشي معاك كويس، هو شايف. وبعدين برضو ما خدي بالك برضو حتى الاعلام ما في حاجه، ما هو انت الاعلام مفروض ان هو محايد، لكن مش في كل الاوقات، في ناس دلوقتي بقوا اعلاميين سواء هنا او بره، لا هم ما تبقيش عارفه انا جمهور، لا هم اعلاميين مصنفين اصلا، انا جمهور ولا انا ايه، انا صح. بحكم بايه ولا بعمل بايه، ما حدش بيفصل حاجه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا اصلا شايفه ان الحياديه دي مش موجوده في طبع الانسان، يعني انا يعني كل واحد بيبقى جواه حاجه يعني ما بيقدرش يتغلب عليها، ماتش از بوسيبل ان الواحد بيحاول ان هو يكون بيحاول، بس استحاله يقدر يوصل. القصه اولا بصي انا اعتقد طبعا ان الازمات اللي حصلت الاخيره واللي احنا شفناها وسمعنا عنها، المشكله دلوقتي ان في الفتره الاخيره صلاح ابتدى زي ما بيقولوا تولوز فوكس، ابتدى يفقد التركيز، يفقد تركيزه. هنا بقى دور مش بس مصر كمنتخب ولكن برضو دورهم في ليفربول، انت عندك ستار هتلاقي ان هو ابتدى تولوز فوكس، هنا نبتدي نلحق نشوف هو بيلوز فوق، لان ده مش صلاح بقى ستارز ومش ستار، سوبر ستار صحيح. دخل في سوبر ستار زي رونالدو زي ميسي، هو دلوقتي صحيح. نمبر 3 واحد منهم، هو نمبر 3 مش كمان واحد ده، هو نمبر 3 في اليوفا وفي الفيفا، فبالتالي ده واحد مفروض ما يعملش حاجه غير او يفكر في حاجه غير ان هو الكرة. غير الكوره بس، وهينزل يعمل ايه مش دوره ان انت تشغله باعلانات ولا بتسويق ولا بميديا. واحد زي صلاح ده، انا يعني مش صلاح بس، انا اي نجم او سوبر ستار وياما قلتها لناس مش بس لعيبه كوره ولاعيبه تانية وابطال تانيين، مالكش دعوه بالفيسبوك السوشيال ميديا، انسى السوشيال ميديا، جرايد، احنا جايين انت عندك حاجة لازم تعملها، ما انت عشان انت عشان تعرفي تشتغلي كويس لازم تركزي، انت لازم تفصلي صحيح، مالكيش دعوة فلان مش فلان قريت الحتة الفلانية، لا ما هي دي بتعمل مشاكل وياما عملت مشاكل اكيد. يعني انا مش عايزة اقول لك، انا في مرة مش فاكرة بطولة من البطولات ومش فاكرة كنا في لعبة ايه، قد تكون كرة قدم، حد مدرب حد كلمه من مصر، شفت مش عارفة مين قال ايه، قلت له يا كاب اقفل التليفون من فضلك اقفل التليفون، انا لو انا مسؤوله وطالعه رئيس بعثه مثلا مع فرقه مش كوره يعني حتى اي حاجه مع فرقه او طالعه او مديره عليهم او مسؤوله، انا هلغي التليفونات، هلم التليفونات. صعب قوي، انا عايزه اقول لك اصلا بصي اول ما بنوصل المعسكرين بتلاقي كل لعيبه المنتخب بتسال فين الواي فاي؟ بالظبط دي اول حاجه بتتفعل. طب وبعدين احنا كن انا لما كنت ابص اقول يا تبتدي بقى والله، ما هو انت قلقانه عليهم انت يو كير يا جماعه، الناس دي ما لو شافوا فعلى طول بتحسي التركيز اتلوح، لان كل الاهتمام دلوقتي ان هو يرد او ما يردش ويعمل ايه لا خلاص، هو دلوقتي لازم يتعمل له تيم ورك، مش كفايه واحد الشخص الايجنت بتاعه ده ولا الوكيل او المحامي، لا ما ينفعوش واحد، لازم يبقى تيم ورك، يبقى معاكي ستاف كبيره، انت سوبر ستار، هما اللي يتكلموا وهما اللي يخلصوا، وهو ما يعرفش حاجه. يعني حتى لو تفتكري لو تلاحظي كان في لعيبه وتلاقي لعيبه كتير جدا يجي عليها مثلا بالذات بره ضرايب عليهم وعليه حكم، هو مش هو اللي شغال في الضرائب، لا هو عنده المحاسب بتاعه هو اللي اخطا في مثلا في قصه الضرائب، بس هي القصه ايه؟ ان دي ناس بتعمل شغلها اوكي، واللعيب المفروض هم بعدين كل ده المفروض عشان يعرف يركز، لان هو لما هيركز هيعرف يجيد. فاعتقد ان الفتره الاخيره اللي حصل لصلاح هو كده، ان هو افتقد التركيز وبقى دلوقتي بيرد، يعني بقى بيدخل ويحط تويتس ويعمل فيديوز فبيرد، فهو بيشغل نفسه. صحيح. هو بيشغل نفسه صحيح، لا ده مش مهمتك دلوقتي، انت طلعت بره، لو احنا انت لو هو بقى ساب كل ده وركز في الحته دي خلاص هيركز في الحته دي فبالتالي الصحافه هناك
او الجمهور ايه؟ الجمهور كل اللي يهمه في النهايه بيحبوه كل حاجه، بس اهم حاجه عندهم ليفربول، ليفربول وعايز النتائج. صحيح، وانت عودتنا على كده، يعني هم خلاص تعودوا منه على كده، فهيفضلوا. فهو يعني حتى لو هم هاجموه ساعات زي احنا وعندنا مصر، في مصر بتبقى بتتكلمي او محروقه من العشم، يعني احنا هنا بنتعشم. أيوة. هم كمان جمهور الكوره ما بيختلفش في اي دوله في العالم، ويمكن كمان الجمهور الانجليزي كمان معروفين ان هم كمان لا كمان عندهم عنف الهوليجانيزم بتاعهم شديد جدا، والشغب بدليل ان هم كانت وقفوا برضو 5 سنين وما فيش جمهور، يعني هم مش سهلين. حبيبي وعلى عيني وعلى راسي، بس هو عايز شغل. في نفس الوقت مش هنقول المؤامرة زي ما الناس بتقول، ولكن هو لما علي صلاح قوي اللي حواليه ابتدوا بقى يقلقوا. لا طب وليه مش انا؟ ففي النهاية الفريق كله هو دلوقتي اللي بيتضرر. صحيح. يعني زي ما بيقولوا اباصيل ده ولا ما باصيل، الاول كانت روح واحده روح واحده، الازمه اللي كانت بتتناولها طبيعه بشريه، كل لعيب يعني كل لعيب عايز يبقى الاحسن، عايز هو ذا بيست. صحيح. وبعدين لما شاف اللي وصل له صلاح ان في فتره قصيره انا عامله باصيلك وانت اللي بتكسب، طب انا كمان، فكل واحد بقى عنده طموح، فيقول لك لا بلا نادي بلا بتاع، احاول ان انا اشق طريقي. فهنا بقى الذكاء لازم تحتوي بقى اللي حواليك. انت كصلاح، وده اللي احنا يمكن شفناه من تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، هو برده كان بيتكلم عن الموضوع ده وبيحاول يحسن الناس ان مفيش ازمه ولا في اي حاجه، بس هو عنده شغل كتير زي ما بيقولوا بره، عندهم المصطلح الدريسنج رومز، ان هو اللي بيدير الفرقه هو اللي بيدير غرفه الملابس، لان هي دي اللي فيها كل الشغل. أكيد. ازاي ان هو يلم الناس زي ما زيدان كان عامل في ريال مدريد، كان لامم كل الناس، بعد كده كله فرط. أجيري واختيار أجيري لقياده منتخبنا الوطني الاول، شفتي الاختيار ده ازاي؟ بصي انا دايما حتى من كل المدربين اللي انا اشتغلت معاهم، انا بعتبر ان المدير الفني وذر بقى ان انا متفقه معاه او مختلفه معاه، قد يكون انا كصحفيه شايفه حاجات هو مش شايفها، او قد تكون صح او غلط، يعني انا ممكن اكون شايفه لا ان ده مفروض بدل ده، لكن هو ان شايف ان هو ده هيفيده عشان حاجه تانية انا مش عارفاها. اوكي، وممكن العكس، انا اكون شايفه واحد غلط وهو شايفه صح، او هو شايف واحد صح وانا شايفه غلط، يعني بتختلف. ومع الجمهور نفس الحكايه، الجمهور اعتقد ان هو يعني الى حد ما في جمهور فاهم كوره كويس قوي قوي، اوكي، وفنيات عاليه جدا جدا فشايف صح، وفي جمهور بهواه او ده علشان بتاع النادي اللي بنتمي ليه. فانا دايما شايفه ان دي مهمه، يعني ما بفصحش عنها، انا شايفه اختياراته ايه، لان في النهايه هو المسؤول عنها. ويمكن كان هكتور كوبر في الفتره اللي فاتت كان دايما يقول، حتى لما كنا في الجوان كان بيتكلم مع الصحفيين لهم انتوا عايزين فلان وفلان وفلان، وانا عاوز فلان وفلان وفلان. انا ما عنديش مانع انزل فلان وفلان وفلان اللي انتوا عاوزينهم، بس لو ما مشيش، ما توفقوش انتوا يعني يو ويل تيك ذا بليم، انتوا اللي هتتحملوا المسؤوليه. صح. ولا انا في النهايه هو المسؤول. أكيد. علشان يبقى اختياره هو اللي اختاره. طبعا احنا بنقول دي مسؤوليته وهو اللي يحاسب عليها، بس هي برضو بتكلفك بتكلفك خساره. اكيد. ففي حاجات بتبقى الخساره ثمنها غالي ما يتعوضش، يعني الاصرار برضو. بس ما هو خلاص انت لما بتجربي حد مره مرتين ثلاثه يعني بتدي فرص، لكن ات سيرتن ستيج خلاص الموضوع بيكون انتهى. طيب خليني برضو اسالك، انا مش بسالك عن اختيارات اجاري، انا بسالك عن اختيار اجاري نفسه كمدير فني لمنتخبنا الوطني الاول، برغم ان كان في يعني عليه جدل كبير جدا بسبب طبعا القضيه اللي موجوده دلوقتي. بصي قد يكون، انا ما اعرفش طبعا يعني الاختيار تم، يعني قد يكون ليهم وجهات نظر، بس عايزين مدرسه مختلفه قد تكون كده. يعني رغم ان هي برضه مشكله، يعني كمان جوه الاتحاد الكوره كان في اعتراضات كتيرة قوي من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره بسبب القضيه اللي موجوده على اجيري، لان في حاله ان اتحكم عليه فهو هيسيبنا نغرق في وسط الطريق. ما هو بالظبط. ف يعني انا برضه مش قادره احكم يعني ليه الاختيار دوت، ولكن
قد تكون يعني برضو ما في الاول برضو اول ما جابوا كوبر وبعدين هوب احنا في كاس العالم وقبليها ده طلعنا افريقيا. فانت ممكن عايزه اقول لك على حاجه، يمكن هيكتور كوبر ده من الاشخاص اللي انت ما تعرفيش، انا كجمهور مش عارفه احبه ولا ما احبوش، يعني في الاخر لو بالارقام الراجل ده عمل لنا حاجه جديده ودخلنا بطوله كاس العالم بعد سنين مش عارفه تختاري معاه. هو اولا كان بصي حتى تعبير وشه ما انتش عارفه هو مبسوط فرحان صح، بس هو بص على طول انا هو ده انا فعلا يعني كنت بفهمه على طول بيشتغل انا ما بشوفوش غير بيشتغل على طول بيفكر ما بيتكلمش كتير وبعدين عنده قوه ملاحظه، يعني ممكن من وهو قاعد ساكت وكده وبيتفرج لا هو ممكن يبقى حاسس ان في بين الاثنين دول في ازمه. هو ما بيفهمش عربي ولا بيتكلم انجلش، يعني الراجل في مره كان هيعيط بيقول لي بالظبط بيقول لي 20 سنه 20 years Europe no English no English. قلت له ما انت هو بتتكلم انجلش فيعني فهو فبالتالي لا بيفهم لا بيتكلم انجلش ولا بيفهم عربي ولا، بس من الملاحظه ممكن يبقى عارف ان في هنا تكه هيقوم يجيب الناس وتعالوا وقعدوا ايه في ايه ايه المشكله ويحل. فهو ما كنتش عارف قصه اجيرو زي ما بقولك انا مش عارفه طبعا قد تكون هو ده المتاح. خدي بالك انت برضو عندك حاجات لازم بتحطي لها اعتبار زي ما بيقولوا السالري بتاعه المرتب بتاعه الحاجات دي كلها، ان انت عشان تجيبي حد عالي قوي لازم هتجيبي بحاجه معينه، القضيه ما هي لسه برضو مش معروفه فممكن يكون حاجه مؤقته، مش ما اقدرش اقول لك الناس بتفكر ازاي يعني صحيح. فاكيد ليها اعتبارات وهم حاسبينها وربنا يا رب يسهل. احنا نتمنى طبعا كل التوفيق يا رب بالظبط ان شاء الله ان شاء الله. طيب نروح لملف تاني، اولمبياد الشباب المقامه دلوقتي في الارجنتين، مصر ما حصلتش على اي ميداليه غير ميداليه واحده بس، بس احنا سبقناش غير يومين يعني ابتدينا اول يوم الحمد لله اخذنا ميداليه برونز في السلاح مازن العربي، وده طبعا انجاز اول ميداليه في السلاح في الدوره الاولمبيه للشباب، طبعا دي الثالثه. وللاسف فعلا ان احنا كاعلام وانا اعلاميه يمكن انا اهتميت ان انا انزلها عندي في الجورنال بس مش برضو واخده حظ اعلامي او اهتمام اعلامي كافي رغم ان احنا معانا بعثه كبيره. بس هو ده الطبيعي أيوة، بس يعني مصر هنا الرياضه بالنسبه لنا احنا كشعب مصري هي الكوره هي الكوره انا عارفه كرة. بس انت زي ما بالظبط زي ما حصل ايام كاس العالم كان في نفس التوقيت دوره البحر الابيض المتوسط وبصي اخذنا كم ميداليه، وقبلها التضامن الاسلامي وبصي اخذنا كم ميداليه صحيح، وبرده كان مش عارفه في بطولات افريقيا في حاجات يعني الاعلام ممكن يتناول بس الكلام ده على خبر مثلا على سبيل المثال. انا مثلا كصحفيه لما جيت كتبت على الانجازات بتاعه دوره البحر الابيض المتوسط انا كان عنواني مثلا بالانجلش وقتها كانت كاس العالم شغاله فكتبت فيكتوري سموير ايلس يعني كانه انتصار في مكان تاني. كانه في كوكب تاني يعني دوره البحر المتوسط دي كانها كانت في كوكب تاني مش في كوكب الارض اللي عليه كاس العالم، لان خدي بالك هو ده برضو اللي حصل مع دول كتير. الدول كلها اللي كان عندها فرق مركزه في كاس العالم هي اللي اهتمت هي كانت برضو في اسبانيا بما فيهم اسبانيا، اسبانيا كانت مهتميه بالمنتخب بتاعها لحد ما خرج اوكي اكتر من اهتمامها ان هي لكن الدوره الاولمبيه هنا طبعا احنا الدوره الاولى في سنغافوره اخذنا 6 ميداليات 2 ذهب 2 فضه 2 برونز، في نانجينج في الصين اخذنا 8 2 ذهب 4 سيلفر او 4 برونز و2 سيلفر اتنين فضه، فكان فاحنا نتمنى احنا لسه ما ابتدى يعني لسه شغالين بقالنا يومين فان شاء الله باقي المسابقات احنا عندنا 23 مسابقه فنتوقع ان شاء الله، وبعدين ده اهم استعداد لطوكيو 2020. استاذه ايناس مظهر نائب رئيس الاهرام ويكلي يعني نورتينا النهارده اكيد كنت مبسوطه جدا ان حضرتك كنت معانا النهارده، وبعدين بيسالوني في الايربيس بيقولوا لي اسالي هتصوتي لمين، يعني هتصوت لمين يا جماعه؟ لا ما ينفعش انا ده من ضمن الحاجات اللي انك ما تقوليش عليها طبعا ان طيب هي مش هتقول بس هي اكيد هتصوت لصلاح صلاح لازم ده اكيد انا يعني عايزه اقول لك امتى هيكون التصويت؟
التصويت احنا خلاص ال 30 اسم دول بيتبعتوا لنا، ومفروض ان احنا هنبتدي التصويت من نص اكتوبر. احنا كصحفيين هم دلوقتي فاتحينها للجمهور، وبعدين احنا كصحفيين هنبتدي من نص اكتوبر، بيبقى تقريبا لحد بيدونا لحد شهر لحد نص نوفمبر، عشان بقى اللي بيتاخر اللي بيصوت اللي عايز ينتظر فتره ثانيه يعني برضو يشوف يحكم على لاعب تاني او يعني لسه في فرصه. اكيد بس ده اكيد ما بينطبقش على استاذه ايناس، هتدي اكيد فرصه لمحمد صلاح. ده اكيد. انا عايزه اقول لك جائزه البي بي سي السنه اللي فاتت، جائزه البي بي سي دي في 2017 اللي اخذها محمد صلاح، انا برضو بصوت في جائزه البي بي سي لان انا مراسلتهم في القاهره اللي هو بي بي سي لندن افريكان سبورت. فلما بعت لهم الخمس اسماء بعت كان اول واحد فعلا محمد صلاح، لان كان عندي ايمان قوي ان هو هيطلع الاول في البي بي سي، وفعلا طلع الاول. والسنه دي بعت التصويت بتاعي برضو حتى برضو محمد صلاح في الاول، فان شاء الله لان هي جايزه في ان شاء الله لي ان شاء الله يا رب، وكمان تبقى البالون دور يكون افضل فيها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليكي يا استاذه ايناس، بشكركم على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله لقاء النادي الاهلي مع الترسانه بدور ال 32 من كاس مصر، وما فيش بكره كلام في الميديا. يوم الخميس هيكون معاكم زميلي امير هشام، وانا هكون معاكم ان شاء الله من يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد عليكم.